الصلاة والسلام يقول من نزل منزلا، يعني أي منزل تنزل فيه، في بيت، في غابة، في بحر، تقول دعاء مختصر يحفظك الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى في لي ناتل في لي تشان لي تطيق لم كلاي لي مكابين دعاء كنتنا. تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ما هي النتيجة؟ لا يضرك شيء حتى ترتحل، يعني حتى تنتقل من هذا المكان. فهذا دعاء مختصر لكن فائدة عظيمة.